وعلا فأخذوها وعلى الأرجح أنهم قتلوها فما صدها ذلك عن دينها وما صد من وراءها أن يؤمنوا بدين الله جل وعلا فآمنت على إذن ذلك كبيرا شحاتا ولم تأبه بهذا الذي يصنعوه بالنساء الصعاب من القتل والتعذيب والتمكين ولكن آمنت وأعلنت إسلامها فأخذوها هي الأخرى ولا ندري ما صنعوا بها ولكن الإيمان عباد الله لا يقف عند حد ولم يمتنع الإيمان بما يصنعوه من القتل والتعذيب ومن التنكيل لأهل الإسلام ولكن أين نحن من إخواننا الذين يأتون إلينا دون إخاءات ولا ضغوط كما يدعون بل يأتون مذنعين خاضعين لربهم جل وعلا دون أي نفع من المسلمين أو غيرهم فالذي أتى بهؤلاء إنه الإيمان بالحق إنها هداية الله جل وعلا فأين أهل الإسلام من حماية هؤلاء أين الحكومات المسلمة من هؤلاء الذين يأتون إلينا مسلمين مسعدين لربهم أين الأزهر الخطيب الأخرس الذي لا يسمع له صوت في هذه الأحوال أما سمعوا قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن